خليني اقول لكم على حاجه، انتوا اهم هديه هتجيلكم في حياتكم هي مستقبلكم ان شاء الله. يعني الواحد لما بيبني لنفسه بيبقى بناه، يعني هو المكسب الحقيقي. انما خليني اقول، بما اني سعيده وفخوره بيكم وفرحانه بيكم زي ما اي حد بيتفرج عليكم في التلفزيون فرحان بيكم، عايزين نديلكم هديه صغيره. يعني هي مش هديه، هي حاجه عشان تساعدكم في تنميه موهبتكم. هي انه شركه ايكيا اللي هي من اكبر شركات الفرش في العالم هتدي لكل واحد فيكم، هتصمم لكل واحد فيكم اوضه تتناسب مع موهبته. يعني اوضه ما فيش حد في الدنيا عنده زيها، هتتصمم على قد محمد حمدي، على قد خير، على قد مهند. يعني هقرب لكم الفكره، انه محمد حمدي بيحب الكوره، اوضته هيبقى لها علاقه بموهبته وحبه وعشقه. كذلك حور بتحب الغنى والمزيكا، مهند كل اوضه هيبقى فيها حاجه من موهبتكم وتساعدكم في تنميه موهبتكم. من بكره هييجوا يعينوا الاوض بتاعتكم. طبعا اللي عنده اخوات مش هنطردهم من الاوضه ولا حاجه. انت هتبقى ماسة معاكي وكل حاجه، وانت اخواتك معاك. انا بس عايزه اقول على حاجه، احنا كده خلصنا الحلقه، بس عايزه اقول انه مش بس انتوا اللي هيجيلكم هدايا، انا عايزه اقول انه كل واحد بيحضر تصوير الحلقه دي هياخد فاوتشر او قسيمه شرائيه ب 500 جنيه من ايكيا يشتري بيها اي حاجه هو عايزها، وكمان الكتالوج الجديد. واحلى حاجه في الموضوع ان اللي جاي مثلا ومراته، هو هياخد قسيمه ومراته تاخد قسيمه. لو جاي هو ومراته وبنته هياخد هو ومراته وبنته قسيمه وقسيمه وقسيمه، 500 و500 و500. انا سعيده بوجودكم معانا، سعيده بوجود الاطفال دول. بشكركم شكر جزيل.